من جديد نحيي كل مشاهدينا، مرحبا بكم، مرحبا بكل ما التحق بنا على الوطنية الأولى، كل جاليتنا بالخارج. مواصلين مع ضيوفنا، وعندي حذايا زوز ضيوف، كل واحد يحكي في موضوع. قبل كل شيء نرحب بسي يوسف الشاهد، كاتب مقيم بباريس. مرحبا بك سي يوسف. مرحبا، عايشك. دونك احنا باش نحكيو على تجربتك، وباش نحكيو على كتاب جديد، كتاب فيي دونفونس و لا ميموار بارلانت، بعدش نحكي عليه بتفاصيله. كذلك نرحب بسيرياد البرجيني، مختص في البورصة. مرحبا سيرياد. مرحبا بيك. شكرا. باش نحكي شوية شوية على البورصة، شوية على علاقتها بالجالية. بطبيعة العملة التونسية زادة كيف. هذا نرجع لك بعد شوية. خلينا نبدأ قبل مع سي يوسف ونحكي ونحب نتعرف عليه قبل كل شيء وعلى تجربتك. أنت مقيم بفرنسا بباريس، قداش عندك من عام؟ مش برشا، 45 سنة. مش برشا بالكل. عمر عمر. نحكي ونتعرف عليك شوية وعلى تجربتك. شاهد تونسي جربي. بالنسبة اللي يعرفني، مرحبا بالناس الكل. الكتاب هذايا في دونفونس او لا ميموار بارلانت يروي قصة طفل عاش طفولة في جربة. وهو من بعد جات هو سؤال، ثم يوسف شاهد سأل مرة الذكرى بتاعه، قال اش تعرفي على ولدك اللي عاش في الفترة الفلانية في جربة؟ احكي لي عليه. ثم واحد ما نقرا، ثم واحد وبدات هي تسرد في الأحداث بتاعه وذكرى طفولته ومن اللي هو صغير. لكنها ذاكرة مشات ما أبعد وبدأت من خلف الأحداث، من خلف الأحداث ورجعت حتى إلى الأصول والجدود. هو عنا الصور هذه من الكتاب فيي دونفونس. بالنسبة للصورة هذو شنو ما قولي أنت خير تعرف الصورة اللي وراها الأولى، هذاك الكتاب الثاني اللي منشور في عن طريق الانترنت فورم دي بوك. كتاب رقمي، كتاب رقمي هو فيي داني ميغري والفي دونفونس. في دونفونس الاخرى ماذا بين التصوير الاخرى في دونفونس. نرجعوا لها نكملوا نحكي واحنا من بعد نشوفوا الصور. دونك قلت لي مالها هي هي في تجربه في ذاكره في احداث صارت ابعد، قلت لي اكثر من الاحداث هذه، نرجع لاحداث معينه معناتها اكثر من الاحداث، ولان بعد تفكروا حتى بالعادات والتقاليد الجربيه والحياه المجتمعيه في العهد ذاك وكل ما صار، وترجع معناها تطلع ما فوق الجد والاب الجد وكيفاش حتى وقع وصول العائله من التنقل تاعها بالنسبه اللي يعرفوا جربه من حومه السوق الميدون والظروف اللي تمركزت فيها. ومنه معناها هو سرد ذاكره وفيه باش نعلموا الاجيال القادمه كل شيء كيفاش كانت الدنيا ثم، باش الناس ما تعرفهاش كيفاش عاشوا كيفاش عاشوا وحتى الالات او الصور موجوده في الكتاب. يعني هوني سي يوسف انت تحدث على نفسك، على تجربتك الخاصة وإلا على تجارب أخرى مختلفة انطلاقا من هي بصراحة تجربتي الخاصة ماشي كيفاش نقولوا كا يونيك ولا كا ايزولي. الحياة اللي عشتها مش منفردة. مش منفردة، ثم برشا ناس معناها عاشوا نوعا من اليتم، لأنه يوسف شاهد تربى عند جد وجداه، معناها مش عند أمه ما عاش عند بوه، لكن ثم الحالة هذه موجودة. هي تو تسرب على ورقا في كتاب، الكتاب هذايا من نشر دار النقوش العربيه غاباسك وخرج الجمعه اللي فاتت. هذا وين نلقاوه الكتاب؟ نلقاوه في حاليا تو اللي نعرف ان في المكاتب، اكبر مكاتب التونسي في تونس العاصمه لوغران تونيس، ما عرفتش لازم تسميه المكاتب ولا لا، الكتاب كلاغ فونتين، مكتبه المعز، معناها المكاتب اللي موجوده. وان شاء الله معناها الناشر باش يهبط فيه، خاطر يستناو فيه الاصدقاء. هو هذا كتاب جديد، لكن انت تو في اطار تحضير لكتاب اخر زاد، هو بالنسبه مواصله لهذا العمل ولا كيفاش؟ هي عمليه وكانها ثلاثيه، ثم في دافونس، في دان ايميغري، الي ديرني في دان ايميغري خرج قبله، لان احنا الطفوله هذه وقفت في مرحله غادر جربه وطلع لتونس وبدا كمل. لكن الشاب هذاك نلقاوه في مرحلة ثانية، أخذ البابور ومشى لفرنسا. كي مشى لفرنسا في الكتاب الثاني نرويه الطريق، أنا البطل هو صحيح البطل القصة معناها، لكن من خلال ذلك نتطرق لي فاريون، نسميها أنا لي فاريون دي ميغري، أي أنواع المهاجرين اللي عاشرتهم واللي عاشرهم الشاب هذاك في الوقت هذاك، لأن فيه برشا أنماط من المهاجرين، أنواع من
كل واحد من الباهي للخايب من جميع حتى طرق العايش وكل من خلال يعني تخوص في التفاصيل نخوص في التفاصيل نتاع المهاجرين والهجره كل وهي خبره معناها نوعا ما خبره باش نطرقوا هذاك وقفنا في مرحله بخي كملت الثالثه باش شد فيها الثالثه وان شاء الله يتنشروا هذا هو ان شاء الله شكرا لك سي يوسف